في الانتظار. نعم. السلام عليكم. السلام. أنا سعيد من ألمانيا وعندي سؤال واحد. تفضل. عندنا في ألمانيا بعض دعاة ويقيمون بمحاضرات في الشوارع إلى الكفار وإلى المسلمين، لكن ظهر بعض الإخوة وقالوا بأن هذا مظاهرة ولا يجوز، هل هذا صحيح؟ لا، مو مظاهرة، الدولة تمنع المظاهرة عندهم، ولا مو مظاهرة. نعم. هذا شيء تسمح به، يسمح به النظام. نعم. يسمح به النظام ولا ما يسمح؟ نعم يسمح. إذا يسمح خلاص كيف يقولون ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قريش في منتدياتها وأماكن اجتماعها، ويأتيهم في الحج ويجول بينهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، كيف هذا الكلام؟ طيب شكرا، حياكم الله. السلام عليكم.